عزيزي المشاهد الانسان منذ بدء الخليقه يبحث عن علاقه مع الله لذلك ظهرت في هذه الايام الاخيره بازارات كثيره للاديان لذلك عنوان برنامجنا هو بازار الاديان وانت تبحث عن الله هل تجد الله في البازار ام تجد الله في عباده معينه هل عبادتك تقودك إلى معرفة من هو الله؟ هل لك علاقة مع الله؟ من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج بازار الأديان سنتكلم ونتحاور عن الإنسان والبحث عن الله. تعالوا معا نسمع لترنيمة أولا مع الأخ باسم شكري. تفضل. إلهي مش من حجر أو من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر أو في التراب موضوع، إلهي حي قادر وملهش زي. تعالوا نسمع الكلمة دي. <applause> <متده> إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع او مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع الهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع او مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع الهي الهي حي قادر وملوش زي الهي الهي حي قادر وملوش زي وإسم الرب يسوع إسم الرب يسوع برفع صلاتي لي عند الثقة أنا في برفع صلاتي لي عند الثقة أنا في سامع لكل صراخي حتى الأنين مسموع حتى الأنين مسموع إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع إلهي إلهي حي قادر وملوش زي إلهي إلهي حي قادر وملوش زي واسمه الرب يسوع اسمه الرب يسوع في الشدة لما نادي حالني يمد ايدي في الشدة لما نادي حالني يمد ايدي بيداوي كل جراحي ويمسح كل دموع ويمسح كل دموع إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع إلهي إلهي حي قادر وملوش زي إلهي إلهي حي قادر وملهش زي واسمه الرب يسوع اسمه الرب يسوع. امين شكرا اخ باسم. قسيس سؤال موضوع حلقتنا اليوم الله والدين والانسان يبحث عن الله. الانسان يبحث عن الله من خلال الدين او من خلال كتب مختلفة أو متنوعة هل من أفكار لديك كيف يبحث الإنسان عن الله في هذه الأيام؟ عندما خلق الله الإنسان منذ البدء نفخ فيه نسمة يقول الكتاب نفخ فيه نسمة الحياة نفخ في آدم فكان آدم نفسا حية ثم أخطأ الإنسان وابتعد عن الله وانفصل عن الله ولأن هناك شيء من الله في داخل الإنسان كان يريد هذا الإنسان المنفصل عن الله أن يرجع إلى الله الأصل، أن يرجع إلى الشيء الإله الذي فيه، فبحث عنه بطرق ووسائل شتى، واستخدم طرق كثيرة، وللأسف في بعض الأحيان الطرق الكثيرة كانت تعطي معلومات مشوهة لإله مشوه في فكر الإنسان، والمعلومات المشوهة في فكر الانسان عن قيمه ان الله او معرفه الله المشوهه اثرت كثيرا في سلوك الانسان، حتى العقل ليس فقط الاديان، حتى العقل حتى الملحدون يبحثون هل يوجد اله ام لا يوجد وممكن العقل البشري يصل الى ادراك ان هناك قوى مطلقه في الحياه لكن يبقى العقل البشري يكشف هويه ورسالة هذه القوى المطلقة أو هذا الإله هل من تعليق في بداية هذه الحلقة كيف يبحث الإنسان عن الله أو هناك طرق حسب رأيك أنه أنت درست عنها أو سمعت فيها يعني تكملة لكلام الأسيس في لبس هو فعلا الإنسان طول الوقت وعبر التاريخ يبحث عن الله فحتى مباشرة بعد آدم نلاقي قايين وهابيل يبحث عن طريقة لإرضاء الله فادم يجد بحسب فكره ومفهومه انه يرضى الله بالذبائح سوري بالتقديمات من من الارض وما فعلوا بالارض وهابيل يقدم من الذبيح وهكذا طول الوقت وعبر التاريخ واللي يدرس تاريخ او يدرس الانسان وسلوكيات الانسان يجد دائما انه كل انسان يبحث عن الله وفي كل كتابات الادباء والفلاسفه والمفكرين دائما يتطرق الى امر احتياجه الى الله وعطشه الى الله فدايما نجد ان سلوكيات كثيره من الانسان تعبر عن احتياج داخلي عن معرفه الله وايجاد علاقه حقيقيه وحيه بينه وبين الله جيد نحن اليوم في هذا الوقت في هذا العصر نبحث عن الله بطرق مختلفه البحث عن الله في الثقافات الشرقيه يختلف عن البحث عن الله في الثقافات الغربيه لماذا لان الكالتشر الثقافه مختلفه والصراع مختلف والوسائل وسائل البحث مختلفه لكن قبل ان ندخل في وسائل البحث المختلفه احب ان اتكلم عن وسائل البحث عن الله في الاديان تختلف تماما في وسيله البحث عن الله في المسيحيه في الاديان لطالما الانسان هو الذي يبحث عن الغايه العظمى التي هي الله ويبحث المحدود عن اللامحدود وانا اعتقد لا يستطيع المحدود ان يصل الى اللامحدود العمليه في الفكر المسيحي عمليه معاكسه تماما بمعنى ان سيد المسيح قدم امثله كيف ان المراه هي التي بحثت عن الدرهم المفقود. في المسيحية أن الله هو الذي يبحث عن الإنسان، هو الذي يقوم بالمبادرة يبحث عن خلاص الإنسان. أيضاً في الفكر المسيحي عن الخروف الضال. عندما تاه، الراعي هو الذي بحث عن الخروف التائه. فالعملية عملية البحث عملية تبدأ من الله وتنتهي إلى الإنسان. هناك مثال كتبه المفكر المفكر المسيحي الكبير وانا انصح المشاهدين ان يقراوا كتب هذا المفكر الكبير هو سي اس لويس. يتحدث في هذا الجانب عن ما بين الله والانسان ومن الذي يبادر في البحث والمعرفه يقول بمثل رائع اننا لو اراد الانسان أن يكتشف يكتشف أو يتفحص أو يبحث عن الحجر فمن مئة بالمئة تقع عليه المبادرة في أن يذهب إلى الحجر ويمسك الحجر ويأتي بالحجر إلى المختبر الإنسان نسبة بحث الإنسان بقياسة مع الحجر أن مئة بالمئة تقع على الإنسان 0% و... على, على الحجر على الحجر لانه طبيعي الحجر شيء جامد طيب اذا اراد الانسان ان يبحث عن حيوان معين في نفس النسبه تقريبا او شيء يمكن قليل حسب لأن الحيو... حسب الحيوان اذا كان اليف ولا غير اليف فاذا <applause> 80% ممكن على الانسان و20% على الحيوان لان الحيوان ايضا يتطلب ان يخرج من بيته على و... فكره صحيح انت عم تحكي نحن عندنا أرنب بالبيت <applause> على فكره ومن <applause> كم يوم الارنب يعني قفز ومن القفص وطلع نعم فسالتها لمارغريتا قلت لها الارنب راح فقالت لي ما يهمك حيرجع <applause> ايه انت حيرجع حيرجع بالليل حيرجع مشان يرضع الفراخ فكانت هيك مطمئنه جدا انه بالنسبه على النسبه المئويه على 80 على هناك ادمانين على نسبه على الحياة شيء وبالحقيقه عرفت يعني علي؟ كان بيحوم حول البيت حول المنطقه وحوالي غياب الشمس فاقترب اقتربت الأرنب إلى إلى القفص ودخلتها وقامت بالمهارة فبالفعل 80 على على عشرين تقريبا فيك تقول فهناك دور للانسان وهناك دور للحيوان ولكن دور الانسان مع الحيوان في البحث دور مهم آه. يعني النسبه الاكثر طيب نعم. هو هو نفس الفكره دي يؤكدها برده آه. الثلاث امثال اللي قالهم الرب يسوع الاسيس جاب منهم مثالين ابن الضال ما ذكروا اه, آه لانه هو ده الثلث بتاع الانسان رجع الانسان الى نفسه ورجع الى الاب ايوه يعني المراه كانت بتدور على الدرهم والراعي يبحث عن الخروف، لكن في كمان مثل ثالث الانسان يرجع الى الاب او يرجع الى الله. فممكن برضه نقول انه ثلث النسبه المسيح في ثلاث امثال نعم جاب منهم واحد الانسان بيرجع واثنين نعم اه واثنين الله هو اللي بيبحث الله بيبحث لاحظت؟ نعم الانسان رجع هون في ابن الضال. لكن لا تنسى انه في هالحاله كان الاب منتظر برضه واكثر من هيك كمان باسم انا تعجبني القصه هي جدا جدا او هذا المثل لانه هذا هذا الشخص عاش في يوم في بيت الاب أيوة عارف امكانيات الاب صحيح ومحبه الاب فاما الثانيين يعني ما في عند الكلام هذا صح فاسهل ده, ده حاجه من الاب فبيرجع آه بالضبط آه آه اذا هون هنا ناتي الى تكمله المثل علاقه الانسان بإنسان إحنا تكلمنا عن علاقة إنسان مع حجر ثم تكلمنا عن علاقة الإنسان بالحيوان علاقة الإنسان مع الإنسان هي 50-50 50%, -50. 50 على الإنسان أن يعرف نفسه للآخر والآخر يقتبل هذه المعرفة ف 50% على الإنسان و 50% على الإنسان الآخر فإذا نحن تكلمنا عن أن الإنسان مع الحجر هناك دور الإنسان 100% ودور الحجر 0% علاقة الإنسان مع الحيوان 80% على الإنسان و20% على الحيوان أما علاقة الإنسان في معرفة الإنسان الآخر خمسين هو 50 ب 50 طيب إذا أراد إنسان أن يتعرف على مثلا رئيس وزراء أي دولة فانا اعتقد النسبه تكون 80% على رئيس الوزراء 20% على على الانسان على العادي ان رئيس الوزراء يعطي وقته طيب إلى اين تريد ان تذهب بنا بهذه الامثله المتعدده الجوانب المثال والوؤلية. الاخير اه اذا اراد الانسان ان يعرف الله ف100% على الله و0% على الانسان طيب انت تقول هذا الكلام رائع جدا لكن انا 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 وانت تتكلم في, في آخر انا ذكرت كارنيليوس في سفر اعمال الرسل هو شخص اممي لكن هذا الشخص كان يمتاز ببعض الصفات كان بيصوم كان بيساعد كان يخاف الله يقدم صدقات كان شو خائف لله كان خائف لله فقام بواجبات معينه هذا قاد الله على انه يرسل اليه الملاك لكي يكشف له عن ذاته من خلال بطرس فاذا الله يكشف ذاته للباحثين عنه بحق الله يكشف ذاته يكشف محبته لذلك موسى كان ذكيا جدا عندما الله تكلم مع موسى وقال له ماذا تطلب؟ اريني مجدك اريني مجدك، اريني ذاتك، اريني شخصك فالله هو الذي يكشف في رحله البحث عن الله اذا كانت رحله بحث حقيقيه الله يكشف ذاته للانسان وحتى طريقه كشف الله لذاته للانسان في المسيحيه مختلفه ايضا عن بقيه الاديان في المسيحية أن الله كشف عن ذاته للإنسان بالمحبة. طيب لو قلنا إذا كان الله كشف عن ذاته للإنسان بالعدل كان, كان هناك مشكلة مصيبة والإنسان خاطئ لازم يقضي عليه قضاء دينونة لكن عندما قرر الله أن يكشف ذاته للإنسان ليدخل الإنسان بعمق إلى أسرار الإله الحقيقي الله كشف ذاته بالمحبة لذلك عندما أردنا أن نعرف الله في المسيحية عرفنا أن الله محبة طيب قسيس وأخ باسم أعزائي المشاهدين تعالوا نرى بعض الأراء من الشارع كيف يبحث عن الله أو ماذا يقول عن البحث عن الله نرى معاً ازلي ابدي و قدوس بلا خطيه وما بقدر بهذا الجسد الله خلق الانسان روح ونفس وجسد ومن خلال الروح نستطيع ان نتعامل معه الله لان الله روح ازلي غير مرئي حاضر معنا بالماضي والحاضر وللابد الله موجود في كل مكان موجود معك، موجود في في كل تفاصيل حياتك. قد ما احنا ايماننا بالرب والرب موجود. انه انا إيمان موجود بالرب، انا انا مؤمنه. شكرا اعزائي المشاهدين لاحظتم اراء الشارع، نرجع الى القسيس فيليبوس وايضا الاخ باسم. ما تعليقك على الاراء اللي سمعتها اخ باسم؟ انه دايما الانسان عنده تصور عن الله لانه هو في احتياج شديد لمعرفه الله وفي انه يكون في علاقه حقيقيه معاه علشان كده المشاهدين كانوا بيقولوا لنا دلوقتي انه في تصور انا شايفه اله قدوس بلا خطيه شايفه اله محب فدايما الانسان بيضع تصور معين عن الله انا مش بضع تصور عن شخصيه الا لو انا حاسس اني في احتياج اليها او شغله جزء من التفكير والعقل وأكمل على كلام القسيس برضو أنه في وجود المسيح على الأرض يقول الكتاب مثلا عن زكا طلب أن يرى يسوع ده الاحتياج البشري إنه طول الوقت زكا مشغول في همومه وشغله وجمع الضرائب بس في داخله احتياج وعطش أن يرى يسوع المرأة الخاطئة لما المسيح كان في بيت وبعدين المرأة الخاطئة علمت أن يسوع في بيت الفريسي فذهبت طب ما هو ايه الاحتياج للذهاب خلاص زي اي واحد زائر لا الانسان طول الوقت في احتياج انه يلتقي بالله فقال الله بيبحث عني لكن كمان اوجد في داخلي اشواق واحتياج وعطش لن يهدأ الا بالالتقاء الحقيقي به علشان كده في مشاهد يعرف الله بس معرفه ناقصه مش هيكون مرتاح في مشاهد بيعرف الله بس معرفه غير حقيقيه مش هيكون مرتاح ولن يهدأ القلب البشري أو الفكر البشري إلا عندما يعرف الله كما أعلن الله عن ذاته. طيب شكراً أخ باسم قسيس فيليبوس لكن هناك بعض العبادات يعني الإنسان يبحث عن الله بطرق وطرق مختلفة طرق متنوعة عن طريق عبادات عن طريق أديان أخرى هل هذه العبادات وهذه الأديان هل هي تقود إلى إلى شيء وهمي؟ وهم مقتنعين على انه هذا يقودهم الى 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 الله لكن لا يقود ولا ولا لابد ان يحصدوا كما نتيجه بسبب الاعمال بسبب العباده في طريق ما الهدف؟ الهدف هو ان ان يرضى الله ولماذا يريد ان يرضي الله؟ لانه عنده اشواق يكون علاقه مع الله اي علاقه يقصد بان يكون يعني هل هو يفعل هذه الاشياء؟ طبعا في شيء ام طبعا في علاقه مع الله؟ طبعا في الجنه، طبعا في دار السلام مثل ما يقولون. قد يكون عده امور، اولا ان يرضي نفسه، لانه في الانسان هناك اشواق انه ان يرضي نفسه الذات، ثانيا ان يكسب انه رضا الاخرين، الجو المحيط فيه، والثالث ان يكون على علاقه مع الله وان ان يضمن الابديه. هل الله يبحث عن هؤلاء ايضا؟ عندهم اشواق. بالتأكيد لأنه لا انا بتطرق لا. الى هذا لا. الموضوع عندما قال عن عن زكا. زكا، كان مشغول جدا لكن كان في قلبه اشواق وهذا أشواق قادته انه يطلع على الجميزه ويبحث عن يسوع الله يقول الكتاب الله يريد الجميع ان يخلصون والى معرفه الحق يقبلون يقبلون فسؤالي هو التالي قسيس معرفه الحق طيب ما هو دور الله في البحث عن هؤلاء الذين يتعبدون لا الأكثرية أقولها أن يتعبدوا من قلب صادق هذا اللي لديهم ألم يحب نضع الله على الله الدول مية كمان ألم يحب الله العالم طبعا أحب الله العالم هذا كان دور الله في خلاص هكذا هكذا كلمة هكذا بهذا المقدار مقدار هكذا حب الله العالم أن مقدار حب الله للعالم كان بلا مقدار أنا لا أختلف معك فالله كان له دور أنه هو إله محب أحب الإنسان أحب خلاص الإنسان أحب الله العالم ككل لكن دور الله في كشفه عن ذاته ومحبته لخلاص الإنسان لا يلغي أبدا حرية الإنسان أيضا للإنسان دور قسيس فيليبوس أنا أكثر سؤال أنا بيجيني من الموجودين معي بالكنيسة هو ما ذنب أهلي انه ذنب اهلي لم يسمعوا عن عن المس... عن لكن يتعبدوا لله بطريقه عرفوها اين سيقضوا الابديه؟ يعني سؤال يعني يسالوه و... و... ويصلوا يعني يعني بيقول لك انه فانا ردا على 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 ما, ما طرحته انت والاخ باسم انه طرقنا لثلاث ثلاث مواضيع هامه جدا نعم انه المراه اللي جاءت الى يسوع، يسوع ذهب الى الى زكا. آه أيضا زكا جاء الى يسوع آه ارسل آه الى كورنيليوس وانت تقول انه 100% على الله مثل ما وضعت 100% على الانسان مقارنه بالحجر فهذا الانسان يبحث هل الله يذهب الى كل واحد منهم؟ الاهل لهم دور في زرع فكره عن الله او شخصيه الله في عقل الانسان، والطفل له خيال خصب خصب جدا، لكن عندما يكبر هذا الانسان وله عقل هل الصفات الموجوده في اي دين عن الله الصفات الاخلاقيه الصفات الادبيه هل تتفق على الاقل مع الواقع الانساني الذي يعيش فيه الانسان مع المجتمع الانساني هل هذه الصفات هل الاله الذي تعبده انت اله له صفات اخلاقيه سواء كان من ناحيه الانسان مع اخيه الانسان او مصالحه الانسان مع نفسه الانسان له دور في التفكير ما هي صفات او شكل الاله الذي اعبده استاذنك يا اسيس نعم. انا عايز بس اقول حاجه قبل ما نتكلم في دي انه ليه بنفترض انه الله اقرب لفئه من فئه يعني ليه افترض انه الله الحقيقي اقرب للمسيحيين من غيرهم مثلا اعتقد الفكره دي مش مظبوطه والا الله يبقى عنده نظره معينه لفئه دون فئه نعم. الله قريب من الجميع وقد يكون انسان مسيحي يذهب الى الجحيم لانه لم يعرف الله معرفه حقيقيه وقد يكون انسان يعبد الاصنام يذهب الى السماء لانه عرف الله معرفه حقيقيه من خلال الكتاب المقدس ومن خلال امور كثيره اخرى يعلن الله عن ذاته للانسان من خلالها فمش هقدر اقول او احكم على ان الله اقرب الى المسيحيين من غيرهم أو أقرب إلى المسلمين من غيره، لا الله قريب. أنا أقول أنا أقول لك بناءً على الكلام اللي قاله القسيس فيليبوس على إنه المسيح عندهم الكتاب وفي الكتاب المسيح عن ذاته لكن كمان من الأمثلة اللي قلناها كرنيليوس ما كانش يهودي كان أُممي كان أُممي والله أعلن عن ذاته لكرنيليوس وأرسل بطرس اللي كان رافض وكان مندهش إنه معقول يا رب أنت كمان هتعلن عن ذاتك لكرنيليوس فالله أثبت لبطرس إنه ما طهره الله لا تنجسه انت انا قريب من الجميع بنفس بنفس الشكل وبنفس الصوره فاذا يا بطرس يعني ما ينفعش اقبل مني اللي بقوله فالله قريب من كرنيليوس كما هو قريب من بطرس وبطرس تغير فكره بعد هذا الاختبار وقرر انه يذهب للامم كما يذهب لليهود فهنا الله قريب من الجميع بس احنا بالفكر المتعصب احيانا نحكم على انه الله اقرب لي من الاخر لكن الله ممكن يعلن عن ذاته للاخر قبلي. الله يعلن عن ذاته للانسان بطرق مختلفة، بثقافات مختلفة، بحضارات مختلفة، ممكن حتى يستخدم الاشخاص والاحداث، المرض، الضيق، الاختبارات، لكيما يوصل لك من هو الاله الحقيقي. أنا في أحد المرات التقيت مع أحد الأحباء، قال لي العبارة التالية: لولا المسيحيين لكنت مسيحياً قبل عشر سنوات. تعبير رائع جدا بالنسبة له فلم يتم لأنه لم يلتقي بالمسيحيين الحقيقيين الظاهر فالله يستخدم أشياء كثيرة لكي ما يعلن عن ذاته للإنسان لخلاص الإنسان جيد يعني أتوقع أنه نحن ننهي الحلقة بهذا الكم من المعلومات عزيزي المشاهد قد تكون تبحث عن الله لكن إلى الآن لم تدخل في علاقة مع الله، رغم العبادة التي تقوم فيها، رغم الصلاة ورغم الأصوام التي تفعلها، رغم الزكاة أو يلي بتقدمه لعمل لعمل الخير أو ما شابه ذلك. لكن استمر واطلب أنه الرب أنه أو الله يظهر لك ذاته، سوف يفعل هذا الشيء. شكرا لانك تابعتنا في حلقه هذا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه شكرا قسيس وشكرا ايضا اخ باسم